اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونشرة اخباريه متجدده معكم نقدمها لحضراتكم من قناه مصر التعليميه على الهواء مباشره، ومتابعه الاهم واخر الاخبار الخاصه بالعمليه التعليميه. وكالمعتاد نبدا مع حضراتكم هذه النشره الاخباريه باهم العناوين. وزير التعليم لمدير المديريات: نسعى لوضع منظومه جديده. التعليم تنشر النموذج الثاني لبوكليت الثانوية في الرياضيات والجيولوجيا. وزيرة التخطيط تطالب بمخصصات أكبر للتعليم والصحة بخطة العام المالي القادم. التعليم تنظم حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية. توصيات لجلسة الحوار المجتمعي لتطوير التعليم. الأعلى للثقافة ينظم مسابقة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان لا للإرهاب. إدارة إسنا التعليمية تستعد للمعرض السنوي للمنتجات الزراعية والفنية. إجراء تحليل للمخدرات على 101 سائق بإدارة العبور التعليمية. أسماء طلاب الأقصر الفائزين بمسابقة الأبحاث بالمدارس المختلفة. وأخيرا تعليم البحر الأحمر تعلن حاجتها لمعلمين جدد من 3 محافظات. وإليكم تفاصيل هذه النشرة. وزير التعليم لمدير المديريات: نسعى لوضع منظومة جديدة. تفاصيل هذا الخبر عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاجتماع الأول مع قيادات مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية. وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تسعى إلى إصلاح منظومة التعليم الحالية مع العمل في نفس الإطار على وضع منظومة جديدة ونظام تعليمي مصري مبتكر لتحقيق أهداف الدولة نحو مجتمع يفكر وإعداد شباب قادرة على الإبداع. ووجه الدكتور طارق شوقي رسالة إلى وكلاء الوزارة قائلا: عايز كل واحد فيكم يكون وزير في مكانه، ولا بد من تحقيق وتطبيق اللامركزية في العمل والحرص على عدم الاهتمام بالجانب الإداري وترك الجانب التعليمي التربوي، إضافة إلى اختيار أفضل العناصر والكفاءات في التعيين بالوظائف وليس بالعلاقات. وأكد الدكتور طارق على ضرورة عدم اتباع سياسة الفكر الواحد، ولا بد من الفكر في إطار جماعي لصالح المنظومة التعليمية، كما تطرق الاجتماع إلى التعرف بطريقة العمل بالمديريات والإدارات. التعليم تنشر النموذج الثاني لبوكليت الثانوية في الرياضيات والجيولوجيا. نشر الموقع الرسمي للوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النموذج الثاني لبوكليت الثانوية العامة في مواد الاستاتيكا والديناميكا والتفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى الجيولوجيا والعلوم البيئية باللغة الإنجليزية والعربية وأيضا الإحصاء. وتستعد الوزارة أيضا لنشر النموذج الثالث للطلاب خلال مارس الجاري، ليتم بعد ذلك إجراء امتحانات عملي للطلاب في المدارس عن طريق المديريات التعليمية والإدارات لتدريب الطلاب على البوكليت قبل بدء امتحانات الثانوية العامة في 4 يونيو المقبل. وزيرة التخطيط تطالب بمخصصات أكبر للتعليم والصحة بخطة العام المالي القادم. عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اجتماعا ضم نواب ومساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات المختلفة للوزارة لمتابعة إعداد الخطة العامة للدولة. وأكدت السعيد خلال الاجتماع بحسب بيان عن الوزارة على ضرورة إعداد الخطة بما يحقق تحسين نوعية الحياة للمواطنين
مشيرة إلى أهمية توجيه مخصصات أكبر للقضايا الملحة التي تؤدي إلى تحسين حياة المواطنين، وأهمها التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب. كما طالبت السعيد بتوجيه مخصصات للمشروعات القومية الكبرى، وطالبت رؤساء القطاعات بإعطاء أولوية للمشروعات قيد التنفيذ حتى يتم الانتهاء منها كأولوية أولى، مؤكدة أهمية الاستهداف الجغرافي في الخطة العامة للدولة بما يحقق سرعة الإنجاز وينعكس بشكل مباشر على تحسين صورة الحياة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين. التعليم تنظم حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية. عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس للعام الدراسي الحالي وحفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وحضر المؤتمر الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني نيابة عن الدكتور الوزير، وأكد في كلمته على أن الطلاب هم الجيل الواعد والأمل والمستقبل المشرق، وبجهودهم وإخلاصهم يحقق الوطن آماله وطموحاته من أجل غد أفضل لهم وللأجيال القادمة، مشددا على ضرورة الحرص على أمن الوطن وسلامته ووحدته الوطنية، موجها بأن تكون الطلاب قدوة لزملائهم في العلم والخلق والمواطنة وقبول الآخر. وقال الجيوشي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التجربة الديمقراطية الأولى للطلاب الذين يحملون راية الأحلام ويفكرون في كيفية تحقيقها عن طريق ممارسة حقوقهم في المناقشات الإيجابية السليمة، وذلك من أجل إعلاء قيم المواطنة الفعالة وترسيخ قيم الحرية وحقوق الإنسان وتأكيد الروابط الإنسانية الحضارية الراقية. توصيات لجلسة الحوار المجتمعي لتطوير التعليم. أصدرت جلسة الحوار المجتمعي لتطوير التعليم التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدة توصيات يتم تفعيلها من خلال مديرية التربية والتعليم، حيث أوصت الجلسة بضرورة إنشاء وحدة للبحث العلمي بالمديرية لتدريب المعلمين والطلاب على مهارات البحث العلمي وممارسة النشاط وفقا لاختيار الطلاب، واستخدام مراكز الشباب لمزاولة النشاط، واستثمار ورش التعليم الفني لخدمة جميع الطلاب بكافة مراحل التعليم، والعمل بفلسفة مدارس ستيم داخل جميع المدارس بمختلف مراحلها، ووجود برامج حقيقية للتنمية يدعمها جميع فئات المجتمع بالتعاون مع الإعلام والمشاركة المجتمعية، ووضع تصور لتحويل التعليم من الحفظ والتلقين إلى مهارات البحث العلمي وتنمية مهارات التفكير الناقد والقدرة على حل المشكلات. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. أقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جلسة للحوار المجتمعي لتطوير التعليم، وهو المؤتمر 17 الذي تقيمه المديرية في إطار الاهتمام والتواصل مع جميع أطراف العملية التعليمية لحل مشكلات التعليم وتطويره وتحديثه حتى يكون التعليم بوابة مصر الأولى للانطلاق نحو مستقبل أفضل. لماذا الحوار المجتمعي؟ أنا دائما ببدأ كلماتي بحكمة صينية قديمة تقول: إذا أردت أن تحصد مرة واحدة فابذر البذور، وإذا أردت أن تحصد 10 مرات فازرع شجرة، وإذا أردت أن تحصد 100 مرة فعلم الشعب. نعم، إنه هو التعليم. التعليم هو الذي يحدث فارقا كبيرا بين دولة متقدمة ودولة أخرى نامية تحاول أن تصل إلى ركب التقدم. وأهمية الحوار المجتمعي هو أن أي تطوير لابد أن يقوم على عنصرين أساسيين: إرادة سياسية بأهمية التطوير، وإرادة مجتمعية لقبول هذا التطوير. وإذا أهم عنصرين أساسيين لأي تطوير وبصفة خاصة تطوير التعليم، لأننا لدينا في منظومة التعليم العام تقريبا 20 مليون تلميذ وطالب في التعليم العام و40 مليون ولي أمر
ومليون وربعمائة ألف معلم. إذن عندنا تقريبا 80% من المجتمع المصري يتأثرون بعملية التعليم والتعلم. ومن هنا كانت أول خطوة أساسية في أي تطوير لمنظومة التعليم في مصر هو أن تكون هناك إرادة سياسية ومجتمعية ومساندة إعلامية لقبول هذا الخطوة. ده كان ركيزة. وحضرتك شايف الثلاث عناصر دي دلوقتي موجودة ولا؟ عايزين نقول أن هناك مقاومة للتطوير والتغيير أحيانا، سواء كان من عايز أقول حتى أولياء الأمور أحيانا، عندما أردنا أن نعيد الطلاب مرة أخرى إلى مدارس إلى المدارس كان هناك مقاومة للتغيير. فعايزين نقول أن أي محاولة للتغيير لابد أن يكون هناك، وعشان كده أهمية الحوار المجتمعي. بشوي كمال زخاري، مدرسة اللغة الثانوية العسكرية بنين، إدارة الزيتون. لما نيجي نتكلم عن المناهج التعليمية، هكمل على كلام دكتور محب. احنا في مصر اللي يثبت ان الطالب المصري اذكى طفل في العالم ان احنا بنقول ان احنا مجتمع الحاجة ام الاختراع. احنا مجتمع محتاج تطوير، فعلشان كده بيطلع الطالب محتاج التعليم ده وبيبقى ذكي ومتقبل ان هو يوصل لمرحلة اعلى. عودة من جديد لمتابعة أخبارنا. الأعلى للثقافة ينظم مسابقة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان لا للإرهاب. ينظم المجلس الأعلى للثقافة بلجنة الفنون التشكيلية ولجنة الفن والمجتمع دعوة للإبداع في حب مصر، ومن خلال هذه الدعوة ستقام مسابقة فنية تشكيلية بعنوان لا للإرهاب والدمار، وذلك غدا الخميس. وتقام هذه المسابقة الفنية للأطفال وطلائع المدارس المصرية من سن الخامسة إلى سن الثامنة عشر في مجالات الرسم والتصوير الزيتي والنحت، وتأتي هذه الدعوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تستعد إدارة إسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر لإقامة معرضها الثانوي خلال شهر مارس الجاري، إذ من المقرر أن يضم أعمالا من مختلف المدارس ومنتجات زراعية وفنية ومجالات متعددة. وفي هذا الصدد صرح موسى عبد الله المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالأقصر أنه من المقرر أن يشارك في المعرض السنوي كافة المدارس التجارية والزراعية والفنية بمدينة إسنا لإمداد المعرض بمنتجات تتميز بسعرها الزهيد عن مثيلتها بالأسواق الخارجية، وذلك في ضوء المشروعات التسويقية وتخفيفا عن العبء للأسرة الأقصرية. قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن حالات التعاطي والإدمان بين سائقي المدارس الخاصة والدولية، حيث أسفرت نتائج الحملة خلال يومها الأول والثاني بإدارة العبور التعليمية عن توقيع الكشف وإجراء التحاليل على 101 سائق بإدارة العبور. وجاء ذلك برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وإشراف اللواء محمد عمرو الدسوقي. أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عن النتيجة الكاملة لمسابقة الأبحاث التي تم تنفيذها بمختلف مدارس الأقصر بالإدارات التعليمية السبعة، وذلك طبقا لخطة الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بالوزارة. ومن جانبه صرح موسى عبد الله المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر أن مسابقة الأبحاث تمت تحت إشراف رؤساء أقسام التربية البيئية والسكانية بمختلف إدارات الأقصر، وتم تقييم الأبحاث المقدمة من المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية على حدة وصولا إلى مرحلة التصفيات، والتي تم خلالها تصعيد البحث الأول من كل مرحلة تعليمية سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي للمنافسة على مستوى المديرية. وأخيرا ومع هذا الخبر من محافظة البحر الأحمر، تعليم البحر الأحمر تعلن عن حاجتها لمعلمين جدد من ثلاث محافظات.
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن حاجتها للتعاقد على وظائف معلم أخصائي مساعد في بعض التخصصات. وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في إعلانها الذي حمل رقم 1 لعام 2017 تكميلي أن التخصصات المطلوبة وفقا للعجز يتم اختيارها من قاطني محافظات البحر الأحمر قنا الأقصر السويس فقط طبقا لأحكام القانون. وأضافت مديرية التربية والتعليم هناك أن الوظائف المطلوبة لحملة مؤهل تربوي عال أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي وبمراعاة باقي الشروط والضوابط المتعلقة بشغل الوظيفة وقواعد الاختيار. بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى لقاء آخر ونشر إخبارية أخرى إن شاء الله.